حياكم الله. اليوم سنكمل محور صدى المهم والحساس في جزئه الثاني الذي يتعلق بلعبة كرة القدم العراقية، خصوصا وأنه ينطوي على العلاقة التي تربط إدارات الأندية باللاعبين والمدربين. بالحقيقة يعني أسئلة تبحث عن إجابات دقيقة من خلال استبداد بعض إدارات الأندية برأيها، والذي جعلها تتخبط باستمرار لتضع نفسها في خانة الاتهام على خلفية أن هنالك من يسير هذا الملف بعيدا عن حقيقته، فضلا عن إضاعتها لحقوق المدربين واللاعبين وإدمانها على إنهاء الموسم دون تسديد فواتيرها. بالتالي يلجأ الرياضيون إلى القانون. هذه التفاصيل وأخرى ستكون محور النقاش لهذا اليوم. أهلا بكم معنا. أهلا بك كابتن مرة أخرى، نتواصل معك وحوارنا المهم في قضية الديون يعني التي باتت وكأنها يعني حكاية ألف ليلة وليلة، تتجدد في كل موسم، لها بداية وليس لها حل ولا نهاية. الآن سأتحدث بخصوص زملائك الرياضيين الذين يعانون يعني من نفس المشكلة. القوائم كما تعلم هي كثيرة التي طالت أغلب الأندية، مشاكل مالية جمة، جمع غفير من المدربين والرياضيين. هل فعلا من خلال كلامك بأن المسؤول الأول بهذه القضية هو الاتحاد أم إدارات الأندية؟ أستاذ بلال يعني أنا مثل ما قلت لك إدارات الأندية لو تريد تفض الموضوع اليوم، أنا أستاذ بلال يطلبني أو إلي حقوق عليه أجي أتفاوض وياه، اكو قرار اليوم، انت من انت اني او انت واحد مشتكي على الثاني، القرار لمن؟ القرار للقاضي. القاضي شي يقول احنا نمشي عليه، هذا قانون، حتى لو انت كنت مظلوم او انا مظلوم يمشي على الطرفين. القرار نعم القانون يمشي على الطرفين، قرار القاضي. اي ما طول انت رضيت وانا رضيت يكون القاضي واللي هو اتحاد كرة القدم، بغيت من اتحاد كرة القدم انا ليش مو انا وضحت لك صوره، ليش انتم الديوانيه وقفتوه وخسرتوه مباراه يا مباراه النجف اعتقد مباراه النجف نعم. مباراه النجف وقفتوه ليش؟ انتم مو تقولون هذا الشأن داخلي زين، شلون قبلتوا على نفسكم يجيكم كتاب من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين؟ زين احنا ليش اللاعبين المحترفين ياخذون حقوقهم كامله واحنا ابناء بلد ما ناخذ حقوقنا؟ ليش يعني يصير الغريب يعني لا يعني والله العظيم انتم راح توصلون الى 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 مرحله حتى نكره شيء اسمه بلد، نكرها يعني. انت يجي الغريب ياخذ حقك وهم محترفين اسمهم بس اسمه محترف، هو تلقى اصلا لا مستوى محترف ولا وضع محترف ولا هو محترف، جايبين بيهم كومشنات يروح يشتكي ياخذ حقه والديوانيه ما يلعب ويخسرونهم ثلاث مباريات ويوقفونهم تقريبا يجلون مباراتين ثلاث مباريات في سبيل يدفعون فلوس اللاعبين المحترفين يلا يلعبون. زين احنا ولد بلد، انتم تبوعونا لو تبوعون للغريب. كابتن سعد يعني لو مثل ما يقول صدق مطربة الحياة لا تطرب. ايه فعلا لا بالعكس ايه. انت ابقى ابن الوطن وتحب وطنك والوطن فخور بيك، يوم من الايام حققت لنا وقدمت هاي الموضوع يعني لا يكونون بعض الاشخاص هم يعني حاجز بينك وبين انتمائك وحبك لوطن، يعني انت اللي ما قدمته للوطن وابناء الوطن يعني نفخر بيك يعني كشخصيه على كل الاصعده للامانه سيبت. اخلاقيه وشهدنا مسيرتك كلاعب اخلاق رياضي ملتزم كل الامور والخصال الحميده بحضرتك، لكن اني سامحني يعني اخذ الامور من كل الجوانب حتى يعني أخذها من جانبك ومن جانب الآخر لإيصال الحقيقة. يعني راح أعزز سؤالي السابق لكن من زاوية أخرى، يعني يا ترى أين يكمن الخلل اليوم؟ يعني خلي أقول اليوم باللاعب بالمدرب أم بإدارات النادي؟ بمعنى كيف تفسر ديون اللاعبين يعني من جانب آخر، هي أخطاء إدارية هو فساد مالي
إزاء عملية الاتفاق، يعني أقصد والتعاقد بين الطرفين، يعني المعروفة للجميع، ومثل ما تعرف بأن التعاقد شريعة المتعاقدين. يعني أول شيء النقطة الأولى، أكو مثل ما قلت لك اللي يقودون الأندية ويقودون الرياضة حتى ما يعرفون بالأمور الإدارية أغلبهم صراحة. نعم. وما يعرف يحرر لك بالتحرير. تحرير العقد يحتاج أمور تكون فنية، ممكن هو حرف أو كلمة تغير ميزان جملة كاملة، يعني تباع من هذا. يعني أنت مثلا فرضا هسه أنا أوجه كلمة، أنا اليوم بنهاية الموسم أريد أطلع لاعب مؤثر بالفريق، وهذا المؤثر ليش هو مؤثر بالفريق؟ هو ممتاز، لاعب ممتاز، بس أنا أريد أطلع ليش؟ أنا ما عندي فرصة أنافس، وضمنت موقع بالدوري، بس هذا اللاعب يكلفني مثلا عقدة كبير، شو أسوي؟ خلي المدرب يكتب تقرير إنه هذا اللاعب غير منضبط أو مستوى نزل آخر الموسم على مؤسسة، وأعجب الدفعة الأخيرة عنه. هذا صحيح. النقطة الثانية، أغلب الأمور، ليش أعطيك فت موضوع وخلي الناس كلها تسمع، أغلب الأندية تعمل على شيء واحد، يجيبون لاعبين يوقعونهم 120 مليون كورقة 120، ينطي 20 والباقيات للنادي هم يصرفون بيه، وخلي واحد يرد على هذا الكلام، وعندنا أدلة بهاي الأمور. والله يا كابتن أوجعت قلبي يعني بهاي المواضيع، والله العظيم. لا معروف، أنا ما بالنسبة لي ما يعني ما عندي لا مصلحة ولا أحد، ولا هسه أنا ما عندي مصلحة ولا اتحاد، يعني هسه الاتحاد جاي أوصل لكم أقول لكم أنتم كونوا الراعي الرسمي، الراعي اللي يحل المشاكل، إحنا ما جاي نطلب لا نطلب غير حقوقنا، نريد حقنا، طلعوا لنا حقوقنا، أنتم المسؤولين عنها، لأن الأندية ما تنطي، الأندية يقول لك روح شو تسوي، ليش؟ لان هو يقول لك انا مع الاتحاد ما يقدر يسوي لي شيء، ولا راح يفكر يسوي لي شيء، ولا اصلا ممكن يتجرأ يوقف. او هسه مو راح تجي انتقالات، انا مثل ما سمعت يعني قبل 3 شهور قالوا ما نخليهم يسوون انتقالات بالدوري، راح يصير انتقالات، واصلا الموضوع ولا ينذكر، وديوننا مثل ما هي. طيب. سنه ورا سنه. خليني راح اسالك سؤال بهذا الخصوص، لكن راح اتوقف تصريحات أهل الشأن حول هذه القضية، نتابع ولا نعود. خليك ويانا كابتن. تمام. بالنسبة لشكوتي مقدمة على نادي الديوانية، حيث قدمت شكوى لدى الاتحاد الآسيوي ولدى الاتحاد العراقي، وكسبت القضية لدى الاتحاد الآسيوي وحتى لدى لجنة شؤون المدربين في الاتحاد العراقي، لكن تفاجأت بنادي الديوانية قد قدم استئناف على القرار، وهذا مخالف للقوانين العراقية، حيث الاستئناف مدته 7 أيام، لكن نادي الديوانية قدم استئناف بعد مرور على القرار 4 أشهر، وهذا وحجتهم بأن رئيس الاتحاد العراقي بأن خولهم ببعض الأندية بتقديم الاستئناف. على العموم يعني أنا مطمئن للقضية بأن سوف تكون لصالح حتى في لجنة الاستئناف، ونحن كمدربين وكلاعبين المفروض على الاتحاد العراقي ينادي بالدوري المحترفين، المفروض أول شيء يطبقه هو الجانب المادي، وهذه الديون هي مخالفة لنظام المحترفين، لذلك نطلب من الاتحاد العراقي بإجبار الأندية على تسديد المستحقات اللي بذمتهم. كان على الأندية أن ما تضع نفسها بهذا المأزق من خلال عقود وتعاقدات ويا لاعبين ومدربين بمبالغ خيالية، وهي بوضع لا يسمح بهكذا تعاقدات، فضلا عن المماطلة بتسديد والهدر المبالغ للأموال. بعض الأندية ما نعرف وين تروح أموالها وهي الآن مديونة للاعبين، هاي غير عشرات اللاعبين اللي ما رفعوا دعاوى قضائية. كابتن سعد، يعني قبل لحظات حضرتك تكلمت على أمور كثيرة مهمة، اليوم راح أدخل بالعمق، يعني أنا هم انشحنت يعني، فمن حقي يعني أغار على رياضينا وعلى مبدعينا. من يتواطأ مع الأندية لغلق الملف وقتيا؟ هل هنالك شخصا مؤثرا بالقضية؟ من هو؟ وما هي تحديدا فائدته من هذا الموضوع؟ يعني أعطيك في الموضوع، الأندية المطلوبة كل واحد عنده ممثل بالاتحاد، وانت فهمها. يعني كل نادي عنده ممثل. الأندية المطلوبة
طبعا كل 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 استاذ بلال يعني كلنا اكو مو كل نادي ممكن كل ناديين ثلاثه او كل منطقه مثلا نقول منطقه الفرات الاوسط عندهم من يمثلهم هذول متفقين وياك اليوم انا متفق وياك انت تحميني بالاتحاد الغربيه كذلك الجنوب كذلك الشمال كذلك فمو قلت لك احنا الحلقه الاضعف يعني قلت لك الموضوع مثل ما ذكروه الجماعه السياسيين نتمنى هذا من التوفيق يعني مثل ما وصلوا البلد لهذا الحال مثل هي شلون صارت كعكه وتخسبت نفس الحاله وداعتك والله العظيم وأسوأ واحنا مقهورين لان وصلنا لهذا الحال الرياضه كانت ما توصل لهالحال فصار الموضوع انطيني وانطيك وغطي لك وغطي لي وخلص سد الموضوع وما اعرف وين يعني وين يريدون يوصلون ما ندري. طيب كابتن سعد في ظل يعني عاصفة ديون اللاعبين وهذه القضية الشائكة اللي صرنا لحظات ودقائق نحكي بها السؤال الذي يطرح نفسه أين لجنة التراخيص ما هو دورها في هذا الموضوع يعني لجنة التراخيص هاي سأل الاتحاد عليه يقولون لجنة التراخيص شنو دورها شنو وضحها يعني أنا مو قريب بالاتحاد استاذ بلال وما أريد ادخل بخوض غمار انه مو موضوع انه احكي به صراحه استاذ بلال يعني انت لجنه التراخيص تعرف لجنه التراخيص يعني قراراتها ملزمه للاتحاد تعرف هذا الشيء لو لا طبعا يعني انت الملعب هذا ما يترخص خلاص ما يترخص هذا النادي ما يلعب ما يلعب بس انت تعرف ان اليوم احنا المشكله اللي يقعد على الكرسي يصير دكتاتور ما قراره لازم يمشي لاوحد اللي يقوله يتنفذ حتى لو كان خطا وهذا خطا يعني هذا شو يقول امركم شورى بينكم يعني انت الانسان يخطئ مو معصوم انت لازم الدائر مدارك تستشيرهم تحكي وياهم تاخذ فكره من عندهم لا صار القرار الي واحد اللي ما يعجبه يطخ راسه بالحائط فرجت التراخيص لا حول ولا قوه اخذها مني لا هي ولا شؤون اللاعبين ولا اي لجنه موجوده بالاتحاد لا حول ولا قوه ما لها اي دور مسيره غير مخيره. طيب قبل لحظات انت يعني مريت مرور الكرام على حاله يعني كلش مهمه واني هسه ذكرتها يعني اريد اسالك عليها يعني ما الفرق بين المحترف والمحلي؟ لماذا الانديه تلتزم بتسديد للمحترف لكنها تتنصل عن وعودها مع المحلي؟ كيف تصف لنا هذه الحاله؟ يعني انت لاعب ورياضي هل هي حالات فنيه حالات معنويه اداريه؟ ما أفهم هذا الموضوع. لا استاذ بلال لا ما بيها لا شغلة معنوية ولا ده بالعكس بس احنا مثل ما نقول الشعب اللي ما يحترم نفسه الغريب ما يحترمه مثل ما نقول انت اذا ما تحترم نفسك من العالم ما تحترمك فاحنا ما محترمين نفسنا احنا كبلد شوف كابتن يعني احنا على الصعيد كل شيء خلينا على العالم الخارجي يتدخل بينا احنا الامر اجى بقوه احنا نحب القوه يجينا امر بقوه انه تطل هذا اللاعب زين انت من تطل هذا اللاعب ليش المحترف تطي حقه وليش اللاعب العراقي ما تطي حقه الامر جايك من برا تطي غصبا عليك بس انت جاي تطي امر نفسك انت امرك اللي منفذه مثلا انا كاتحاد انا مت قرار انه النادي ملزم يطي انا امشي قرار على الانديه لازم انا يكون لي دور انه انا امشي يعني انت شلون تمشي امورك باكر عقب انه تفرض عقوبات على الانديه انت ست مو تريد تنزل اربع فرق دوري نعم تنزل اربع فرق دوري انا اتحداك تنزل اربع فرق دوري وشوف الموضوع اللي راح يصير بعد كم يوم ما تقدر لان انت كلامك ما يمشي على الانديه حبيبي الكلام ما يمشي على الانديه اليوم انت موقفك اذا موقف واحد ترددت فيه بعد خلص المواضيع كلها الباقي ترددت فيها فالامر جاي من برا انه هذول المحترفين وراهم رابطة دور المحترفين الدولية يجي أمر كتاب غصبا عليك تطي ليش هذا تمشون بيه ليش إحنا ما نمشي بيه هاي المشكلة يعني أنت ليش إحنا المشكلة بينا يا أستاذ بلال إحنا ما نحترم أنفسنا ما نعطي قيمة لنفسنا والما يعطي قيمة لنفسه ما ممكن الناس تعطي قيمة هاي مشكلتنا إحنا جايين نضعف نفسنا قدام الناس إحنا جايين نضعف نفسنا قدام الناس هاي مشكلة كبيرة احنا ما جاي نعيدها يعني فعلا حضرتك يعني اليوم طرحت هواية امور يعني فعلا احنا امام تضارب بالتعامل في آلية العمل بحيث يعني اجبر الاتحاد كما تعلم سابقا نادي الطلبة على التسديد
أما الأندية الأخرى تركها دون تضييق الخناق، يعني ما تعرف ما هي الأسباب، أو أنت ما تعليقك حول ذلك؟ تعليق حول ذلك أنه علاء كاظم ذهب مع عدنان درجال للشكوى على الاتحاد، فصارت فيها عقوبة إليه. يعني هو مو حبا باللاعبين، خليها ببالك سادي، لأن مو حبا باللاعبين، أنه صار بها أنه موضوع أنه شون أنت رحت واشتكيت، فطلعوا له الملف. أكو ملفات جاي يعني تنضم، شون يقول لك ملفات بالنزاهة من يضمونها على وزير على وضع، فهم عم يستخدموا ضد الأندية. هذا الملف أحركة شو كنت ما أريد، هذا الملف أجيبه، بس هم هسه من الاتحاد ما يقدر يسوي شيء. يعني ما أنا أقول لك ما يقدر، بكلمة واحدة يطلعون بالتلفزيون، أي نادي ناديين ثلاثة يطلعون بالتلفزيون لقاء يقولون ها راح نسوي، راح نتحرك نسوي، نطرح الثقة عن الاتحاد. رأسة الجماعة يقولون لا سكتوا الموضوع يمنا وإحنا ننهيه وخلص. هاي المشكلة اللي جاي تمشي. يعني الاتحاد إذا قراره مو بيده، فالأولى والله، يعني أنا صراحة الأولى إنه أنا إذا قرار مو بيدي أتنحى وخلص، أحافظ على وضعي وأحافظ على اسمي وأحافظ على منجزي السابق، أفضل ما تجي الأيام يروح هباء منثورا. دعنا نتابع كابتن سعد ما ذهب إليه البعض من ذوي الشأن في تصريحاتهم بهذا الخصوص، نتابع ولنا عودة لحضرتك، خليك ويانا. أعتقد بشكل شخصي أن الأندية إذا كانت مستوفية للحقوق، مستوفية للشروط عفواً، ومسددة لحقوق اللاعبين والمدربين، فعليه الدفاع عن نفسها في المحاكم، مثل ما اشتكى اللاعبون في المحاكم، على الأندية أن تدافع عن نفسها في المحاكم، وهي الآن أمام مفترق طرق، أما تكون أو لا تكون، لأن الأمر هذا يهدد شخصيتهم الآسيوية بمنح الرخص. موضوع اللاعبين اللي يطلبون مبالغ مالية على الأندية الموجودة حالياً، يعني تعرف احنا يعني موجود المحامي المصري اللي وكلناه على الامور الماديه اللي هو تكفل بها، وقدمنا كل الاوراق اللي عندنا والاثباتات والشغلات اللي طلبها من عندنا المحامي. فنتمنى انه هذا الموضوع ينحل باسرع وقت، تعرف لان هي استحقاقات وامور ماديه. فاتمنى من الانديه انه جزء من الاصلاح اللي يطالبون به انه يسددون هاي المبالغ اللي بذمتهم للاعبين، لان تعرف هاي مبالغ مستحقه للاعبين من فتره طويله، ويعني اتمنى الموضوع انه ينحل باسرع وقت ممكن ان شاء الله. طيب كابتن سعد، يعني ارجو الاجابه بصراحه مطلقه، لماذا وصل حال انديتنا لما هي يعني عليه الان، يعني للاسف يعني في تراجع مستمر، من المسؤول عن ذلك؟ اول شيء المسؤولين الرياضيين مسؤولين. أنطيك في السبب. أغلب الرياضيين دخلوا، يعني صراحة هم اللي كانوا سبب تدخل بعض الطارئين على الرياضة للرياضة، دخلوا بالرياضة. ثانياً إنه ماكو رقابة على الأندية، ماكو. يعني أنت المؤسسة أو الوزارة أو الجهة الراعية للنادي من تنطي فلوس ما جاي تراقب بشكل صحيح ودقيق ونزيه، ها نزيه. يعني أكو جهات يعني تراقب الأندية، بس شلون اليوم انطيني وانطيك واسد لك ويسدون مواضيع، يعني مواضيع كبيره لو اكو تحقيق صحيح ونزيه. لا، امور كبيره بالانديه. يعني انت ما تشوفهم اغلب الانديه ايش مكلبين بيها الاشخاص، ايش مكلبين بيها حبيبه؟ هاي مصادر اموال طائله، وجاي تجي وتدخل وتتبواب عن طريق السفر، عن طريق الصرفيات، عن طريق التجهيزات، عن طريق العقود. فانت يعني اليوم من اشلب بمكان واكون مصر انه انا باقي بهذا المكان، لازم اكو شيء بهذا المكان. فلا تتوقع انه اكو واحد جاي يخدم الرياضه مجانا مثل ما كان، انه انا اكو يعني اتذكر قبل انه اكو يجون اشخاص يدخلون بالهيئه الاداريه او اعضاء يدخلون مجانا حبا بالنادي. لا حبيبي، هسه مو حبا بالنادي، حبا باموال النادي. فهذا اللي جاي يصير. والله لو اكو تحقيق يصير بالرياضه كلها، من الاولمبيه للاتحاد للانديه الاصغر نادي بالعراق، بشوفون كوارث. طيب بس ماكو تحقيق صحيح. كابتن سعد، في ضوء كل ما ذكرته، يعني خصوصا في حوارنا هذا اليوم، هل الكره العراقيه مهدده بالعقوبات في حال يعني لم تسدد الانديه ديونها؟ والله هو المفروض، يعني المفروض ان تكون مهدده، بس اما الاتحاد انا اعرف انه
الاتحاد الكابتن عدنان درجال جاي يبعث كتب، يعني كتب انه رئيس الاتحاد الآسيوي تأجيل 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 تأجيل، إلى متى تتأجل أنت مثلاً؟ أنت تأجل 3 شهور وتأجل 4 شهور وتأجل سنة، أنت جاي تتراكم عليك، بس أنت ما تعرف مثل واحد مثلاً هو مديون ويتداين ويبقى أنت بالعكس، أنت حل الموضوع هسه أفضل ما يتراكم. تعرف الأندية هذا الموسم زادت الديون، الموسم الجاي راح يزيد الديون على الأندية، لان الديون ما توفي، الانديه ما جاي تنطي للاعبين، ولا نادي يكمل اموال الفريق او اللاعبين لازم يستقطع من عندهم او ما ينطي او يقولوا مدفع الاخيره على الموسم القادم. فانت موسم على موسم جاي تتراكم الديون، هم ما جاي يعرفون، يعني ما جاي يعرفون الحلوه. انت من تكون قائد او تكون بمكان قيادي لازم تلقى الحلول، اذا ما عندك حل عاد المن باقي المن جاي تخوض، فلازم تكون حلول سريعه. اكيد انت بتعق بذا إذا وصلت الأعلى درجات الاتحاد، يعني عبرة الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الآسيوي ممكن هم بها أمور إنه علاقات وانطيني واسكت وبعدين وأجلي، ممكن توصل للأكبر الاتحاد الدولي، ممكن يصير عليك عقوبات، راح تذبون صوش بمن؟ بالمشتكين، ما تذبون صوش بكم لأن أنتم عملكم خطأ، فأنتم تداركوا الموضوع أفضل ما يتراكم ويكبر. طيب كابتن، أنا يعني أشكرك شكر الجزيل وأشكر حضرتك وذوقك وتواجدك معي في صدى الرياضة، وأعرف أنت يعني عندك بعض الأمور يعني والظروف والمشاغل، واليوم أنت تواجدت معي، فأني أشكرك شكر الجزيل، وأريد منك كلمة أخيرة. الله يسلمك، وأني جدا سعيد بشوفتك سبلال، وأتمنى لك كل التوفيق وكل ما خير إن شاء الله. العراق يكون أفضل ومزدهر إن شاء الله بالسنة القادمة، وأتمنى أنه كل المشاكل خصوصا بالرياضة، إحنا مواضيع الباقية ما نقدر ندخل بها، بس نتمنى يعني شغلنا اللي نقول الرياضة تكون يعني سنة تصحيح وسنة عمل جدي وعمل تصحيح المنتخب وعمل دؤوب لتصحيح ما أفسده الدهر وأفسده الأمور السنوات السابقة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والنجاح الدائم إن شاء الله. إحنا لاحظناك ما شاء الله عليك، يعني أنا سعيد شخصيا، تحليلك جميل جدا للمنتخب في الآونة الأخيرة، فمن هسه على الهواء إحنا نأخذ موعد وياك حتى يوم من الأيام تحللنا على أو نسوي لقاء آخر بعيد عن المشاكل، يعني اليوم دخلناك في هاي الدوامة كلها مشاكل، بس إن شاء الله نتواجد في مع المنتخب الشيء وتحللنا، لأن تحليلك وطبعا وصفك كان جدا رائع، وأتمنى إن شاء الله أشوفك في يعني حلقات مقبلة. الله يسلمك سعد بلال إن شاء الله، وأني أكون جاهز وتأمر، وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح، تستاهل كل الخير حبيبي أستاذ. الله يحفظك، شكرا جزيلا كابتن. حبيبي. كان معنا عبر ديسكايب من العاصمة بغداد اللاعب الدولي السابق الخلوق سعد عطية، شكرا جزيلا لانضمامه إلينا. ربما ينعتنا البعض بالواهمين، لكن ما يتوضح لنا أن رياضتنا لن تستقر ولن تتخلى عن المشاكل التي أحيانا قد تكون بفعل فاعل، وأحيانا تأتي نتيجة تراكمات وتركات ثقيلة لم يقوى عليها أصحابها، ما يجعلها تشتد وتتفاقم. المتابع للمشهد يعلم بأن كل الحلول المطروحة لم تأتي على هوى المؤسسات الرياضية التي بنت مجدها من تخبطات وتقاطعات ومشاكل جمة، بعدما وجدت لنفسها يعني ثغرات في القانون يتيح لها الفرصة بالاستمرار والتواجد على رأس الهرم للرياضة العراقية، بالتالي تبني لها بروجا عاجية وشامخة ما دام القانون يحصنها ويحميها، لأنه بالحقيقة فصل تماما على مقاساتها. على الموعد نلقاكم بإذن الله، هذه تحياتي أنا بلال بداع، مع السلامة.